قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قطر تفتح جبهات عدة ضد السعودية، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى لتأسيس الحج وإعلامها يغطي أحداث العوامية بطريقة خبيثة. وقال في سلسلة تغريدات على تويتر أن الموقف القطري المكابر يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات ضد السعودية، ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي وأنه منطق لا منطق بحسب تعبيره. وغرد قائلا إن التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيباته كل أوراقه آملا في تدخل خارجي يمكن الوساطة، واصفا الأمر بأنه تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة. وأضاف متسائلا أنه إذا كانت الإمارات المحرضة فلما تسييس الحج والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية والاستدارة المخزية في ملف اليمن. وقال قرقاش في تغريداته أن شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة أطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها سريع ومنحدر. واختتم قرقاش تغريداته قائلا للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب 13 كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض.